سيحاول حتى النهاية أن يدافع عن نفسه وأن يرفض تنفيذ هذه القرارات، لأنه أي تنفيذ ولو كان بسيطا فيمس بهيبته كما هو يدعي يعني ويعتبر، لكنه يرضخ. يعني أنا خلينا نذكر السادة المشاهدين بالإفراج عن الثلاثة معتقلين من المبادرة المصرية، كان هذا صفقة مسبقة قبل سفره إلى باريس، وليس فقط بسبب يعني تلك الممثلة التي تحدثت عنهم، كان هذا ثمنا لإرضاء فرنسا أو لتهدئة الرأي العام في فرنسا قبل سفر السيسي إلى فرنسا. إذا هو في النهاية يعني يخضع لبعض الضغوط حين تزيد عليه، حين أفرج من قبل عن محمد سلطان وعن آية حجازي وعن محرر صحفي الجزيرة وعن بعض الشخصيات الأخرى، كان ذلك نتيجة ضغوط قوية وجدية عليه. حين تتحول الضغوط من ضغوط شكلية إلى ضغوط جدية، فإنه في النهاية يعني يرضخ لهذه الضغوط، وهذا ما ننتظر أن يحدث إذا حول البرلمان الأوروبي ضغوطه من ضغوط شكلية إلى ضغوط جدية بالفعل.